وهلأ رح نبدأ جولتنا الصباحية. الأردن: الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على المقدسات تمثل اتجاهاً خطيراً. طالب الأردن الثلاثاء دولة الاحتلال الإسرائيلي بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك واحترام حرمته، وفقاً لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين. وأدانت وزارة الخارجية الانتهاكات التي يقوم بها المتطرفون باقتحام المسجد الأقصى الحرم القدسي والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة الحرم الشريف والمقابر الإسلامية بحماية من شرطة الاحتلال. وإلى خبرنا التالي: مؤسسة الغذاء والدواء أدوية الباراسيتامول غير متداولة في الأردن. قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهداد إن الأدوية التي صدر بخصوصها تنبيه من منظمة الصحة العالمية بعد إعلان إحدى الدول أخيراً عن احتمالية ارتباط تلوثها بحالات إصابات الكلى الحادة والوفاة بين الأطفال، والتي تتضمن بعض الأدوية الخافضة للحرارة وأدوية السعال ومضادات الحساسية الخاصة بالأطفال غير متداولة في المملكة، والشركة التي تنتجها غير مسجلة. وننتقل وإياكم إلى خبرنا التالي: إلقاء القبض على والد طفلة قام بتصويرها بصورة محزنة لحصد مشاهدات. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه جرى رصد فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله طفلة صغيرة تشكو سوء المعاملة بعد وفاة والدتها بالقرب من إحدى المقابر. وأكد الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية الطفلة وتم التحرك لمكان سكنها، وألقي القبض على والدها بعد أن تبين بأن الطفلة بحالة صحية جيدة ووالدتها على قيد الحياة. وقد اعترف والدها بقيامه بتصويرها بتلك الحالة المحزنة والمفبركة لنشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحشد مشاهدات مرتفعة عليه. وننتقل من الأخبار المحلية إلى الأخبار العالمية. جدل وغضب بسبب كتاب أحمد زكي 86، فما القصة؟ وإلى التفاصيل: نشر الكاتب محمد توفيق كتاباً بعنوان أحمد زكي 86، تضمن محطات من مسيرة النمر الأسود، وقد اعتبرته أسرة الفنان الراحل يحمل إساءات ومعلومات مغلوطة، مما اضطرها إلى تقديم دعوى قضائية ضد المؤلف. وتقول منى زكي شقيقة الفنان الراحل إن من بين تلك المعلومات المغلوطة التي وردت بالكتاب هي قول المؤلف إن والدة الفنان الراحل قد طلبت الطلاق، بينما في الحقيقة هي لم تفعل ذلك ولم تطلب الطلاق نهائياً، بل توفي زوجها. وإلى خبرنا الأخير: قنبلة من الحرب العالمية الثانية تطرد الآلاف من منازلهم. وإلى التفاصيل: أعلنت السلطات الألمانية أنها أمرت قرابة 20,000 شخص في حي بمدينة فرانكفورت وسط البلاد بمغادرة منازلهم مؤقتاً بعد العثور على قنبلة تزن 500 كيلوغرام من مخلفات الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من مرور 77 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية، لا تزال أراضي المدن الألمانية مليئة بقنابل غير منفجرة يتم اكتشافها باستمرار خلال حفريات ورش البناء. لهون منكون وصلنا لنهاية جولتنا الصباحية الإخبارية. بتمنى لكم يوم سعيد وعودة لفرح أحمد.